وفي الجزائر تتواصل أيضا المظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة، فقد انطلق 100 من ساحة موريس أودان وسط العاصمة الجزائرية في اتجاه شارع مراد ديدوش مطلقين شعارات رافضة لإعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية. واعتقلت الشرطة الجزائرية عددا من الناشطين، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. العاصمة الفرنسية باريس شهدت أيضا اليوم تظاهرة شاركت فيها أعداد كبيرة من أبناء الجالية الجزائرية هناك رفضا للعهدة الخامسة. في الأثناء من المتوقع أن يكون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وصل اليوم إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لإجراء فحوصات وصفها بيان الرئاسة بالروتينية. فهل تحول رفض ترشح بوتفليقة إلى حراك شعبي واسع في الجزائر؟ وكيف ستتعامل أحزاب التحالف الرئاسي مع المستجدات الجديدة؟ معارضون سياسيون وناشطون حقوقيون وأيضا محامون وصحفيون، جميعهم يهتفون هنا وسط العاصمة الجزائرية برحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبرفضهم لعهدته الخامسة. يهتفون برحيل بوتفليقة الممسك بالسلطة منذ عام 1999، يهتفون بحناجر ساطحة في مشهد لا يختلف كثيرا عما سبق في دول الجوار. يهتفون وقوات الأمن تقف بوجه المحتجين، هكذا تبدو الصورة منذ أيام في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى. استخدام العصا الغليظة شمل أيضا رجل الأعمال رشيد نكاز، فالرجل وفق مدير حملته نقل إلى منطقة الشلف البعيدة عن العاصمة ووضعته الشرطة الجزائرية فيما يشبه الإقامة الجبرية، ربما لمنعه من جمع التواقيع المطلوبة للترشح رسميا لمعركة الرئاسة. اعتقال العشرات لم يكسر إرادة المشاركين في التحركات السلمية بمطلق الأحوال، تحركات غير معهودة في بلد بوليسي كالجزائر، ليست من صنع المعارضة كما يبدو، معارضة لم تنجح بعد في الاتفاق على تسمية مرشح قوي يصمد بوجه بوتفليقة قبل نحو شهرين من الاستحقاق الكبير. وللمزيد تنضم إلينا من باريس صبرية دهليس، الأمينة الوطنية المكلفة بالأعلام الخارجي في حزب طلاء الحرية. مرحبا بك معنا سيدة دهليس. نبدأ معك بمظاهرة اليوم في باريس للجالية الفرنسية، مظاهرة كبيرة في الحقيقة في إطار الحراك الشعب الرافض للعهدة الخامسة. هل من دلالة سياسية بداية لهذه التظاهرة؟ وكيف تقرأين الحراك والزخم الشعبي المستمر اليوم في الجزائر؟ مساء الخير وتحية إليكم وإلى كل مشاهدي قناة العربي. فعلا لما اتصلتم بي أنا كنت وسط المظاهرات في باريس في ساحة الجمهورية، وهي مظاهرات وحسب الملاحظين سميت بالمظاهرة المليونية، وشبهت وقيل أنها أكثر من المظاهرة التي قام بها الجزائريون إبان الثورة التحريرية عام 1961، عندما سجل المغتربون حضورهم لمساعدة ومساندة ثورة التحرير آنذاك. وتذكرون أن التاريخ يشهد على الأحداث الأليمة عندما تم اعتقال سيدة دهليس. هل من دلالة سياسية؟ نعم، هل من دلالة سياسية لهذه المظاهرة الضخمة من باريس تحديدا؟ لا يجب أن نتساءل عن الدلالة السياسية، المطالب واضحة للشعب الجزائري، المطالب واضحة للجالية الجزائرية التي تعد بالملايين في الجالية المغتربة. ليست هناك دلالة سياسية، هناك مطالب للشعب الجزائري، أولها رفضهم للعهدة الخامسة ورفضهم لهذه المهزلة ورفضهم لسياسة
سياسة التجهيل التي وضعوا فيها الشعب الجزائري، ورفضهم لتقزيم دور الجزائر الدولة الأكبر في إفريقيا والدولة المترامية الأطراف والدولة المتواجدة على مرمى حجر من أوروبا والدولة التي لها تأثير على المدى المتوسط والعالمي. هذه هي الدلالات. هناك مطالب أخرى أيضا. ليس نعم لباريس العاصمة الفرنسية دلالة أيضا نظرا للعلاقات، يعني علاقات خاصة جدا في الحقيقة بين باريس والجزائر. دعينا سيدة تيريس نتابع معك آراء بعض المشاركين في تظاهرة اليوم ثم نعود إليك لمواصلة الحوار. ترى حقيقة انتخابات، لأن انتخاب الصندوق لم يسمح لهم منذ الاستقلال المزعوم سنة 1962 من اختيار رئيسهم. إذن هم يخرجون اليوم لكي يقولوا لجماعة بوتفليقة وليقولوا للعالم أجمع لا للمهازل لا للاستمرارية. هذا نداء، احنا ضد السيستام اللي داروه من 62 حتى اليوم. احنا ضد السيستام هذا. هذا السيستام خدمت فيه الدولة باش الشعب يدور غير على كرشه وما يهدرش، يشوف خوه يموت وما يهدرش. نظام يعني نظام يعني استفز الجزائري، استفزه. وثانيا يعني هو الشعب اللي راهم هنا اليوم راهم يعني يحبوا شويه التغيير، ما نقدروش نقبلوا يعني منذ 1962 بنفس الوجوه نفس الاشخاص. احنا رانا ضد العهده الخامسه، 20 سنه حكم، 20 سنه 20 سنه كاين اللي زاد هو يعرف غير بوتفليقه، ما كانش رئيس اخر. حنا يا حاجه الزوج، حنا ما راناش ضد بوتفليقه، حنا رانا ضد الحكم اللي راهم كاع مع بوتفليقه، السياسيين هذوك لابوليتيك وكاع هذوك رانا حنا ضدهم. إذا الشعب يريد التغيير، يقول أحد المشاركين في هذه المظاهرة. أعود إليك سيدة هيليس. أحزاب المعارضة كيف يمكنها البناء على هذا الزخم الجماهيري لتقديم مرشح يمكن أن يكون توافقيا وينافس مرشح الشرطة، حزب طلائع الحرية وبقية الأحزاب الأخرى، هل هي قادرة اليوم على الاتحاد في هذه اللحظة التاريخية والمصيرية في تاريخ الجزائر لأحداث هذا التغيير الذي يطالب به الشعب؟ شوف، فكرة المرشح مرشح المعارضة، التفاهم على مرشح واحد هي فكرة، لكن لا الدستور ولا قانون الانتخابات ولا قانون الأحزاب يجبر المعارضة على أنها تختار معارض واحد. إن كانت هناك أنظمة نظام ديمقراطي وإن كانت هناك انتخابات شفافة و حسب ما ينص عليه الدستور وما تنص عليه القوانين، فإن القضية ليست مشكل بالنسبة للشعب وبالنسبة للمعارضة. يمكن أن تكون هناك أعداد كبيرة من المترشحين وللشعب أن يختار من يريد، وصناديق الاقتراع هي التي تحكم. القضية ليست هذه هي القضية، هذا ما يروج له النظام، وجعلوا من هذه القضية كأنها هي القضية الرئيسية ولم يجدوا من يواجه بوتفليقة. نعم. لا، هناك طيب. سيدة هيليس. هناك مترشحين، هناك أحزاب، هناك كفاءات. نعم للأسف الوقت يداهمنا وأسئلة كثيرة تطرح. على الطرف الآخر برأيك كيف ستتعامل أحزاب التحالف الرئاسي مع هذه التظاهرات وهذه المستجدات الجديدة المطالبة برفض أو الرافضة للعهدة الخامسة؟ هل ستسعى ربما لتقديم مرشح آخر بدل الرئيس بوتفليقة؟ كل شيء وارد في الجزائر. أنا لا أتحدث باسم أحزاب الموالاة. ما أعرفه أن هناك قوى غير دستورية، وهو ما تسميه ويسميه الشعب العصابة. هذه القوى غير الدستورية أخذت الشعب كرهينة وأخذت رئيس الجمهورية كرهينة وتستعمله وتريد الاستمرارية. الاستمرارية في ماذا؟ الاستمرارية في الفساد والاستمرارية في النهب، وهي الآن
أن تستفزوا الشعب الجزائري وتحايلت على كل القوانين وداست الدستور وأغلقت البرلمان الجزائري أغلقته بالسلاسل وهي الآن تتصرف وكأنها في العصور الوسطى وتتصرف وكأنها نظام مملكة. وعلى كل حال هذه هي سمة الأنظمة الدكتاتورية التي لا تريد أن تعترف بالمعارضة ولا تريد أن تعترف بمبدأ التداول على السلطة الذي هو أساس في قانون الانتخابات وأساس في الدستور وأساس في كل الأنظمة الديمقراطية الحقيقية. شكرا لك. نشير مشاهدينا إلى أننا حاولنا التواصل مع أحد ممثلي أحزاب التحالف الرئاسي ولكن لم نتوصل في أو الحصول على إجابة. شكرا جزيلا للسيدة صبرية دليس الأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام الخارجي في حزب طلاء الحرية، كانت معنا من باريس.